ورحمة الله وبركاته. بعد ظهورهم بملابس سوداء، مرتضى منصور يتوعد جماهير الزمالك التي حضرت مباراة المريخ. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا، وأكد من خلال هذا المؤتمر أنه سيمنع جماهير الفريق التي قامت بارتداء ملابس سوداء في مباراة الفريق أمام نظيره بالمريخ السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا من حضور أي لقاء للأبيض. الزمالك فاز على المريخ 4-3 على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال. وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر: الجماهير التي حضرت مباراة الزمالك والمريخ وارتدت ملابس سوداء لن ترى المدرجات مرة أخرى. مرتضى منصور خرج من السجن يوم الأحد الماضي بعد أن قضى عقوبة حبس لمدة شهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. ما رأيكم أخواتي أنتم بهذا الخبر؟ أتمنى أرى أراكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.